صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذه اخبار الرياضه من راديو مان. يواصل المنتخب الوطني التونسي للأكابر تحذيراته للمباراة اللي باش تجمعه غدوة سبت بالمنتخب الكرواتي في الدورة الدولية، تحتضنها مصر وتنطلق اليوم الدورة هذه بلقاء نصف نهائي أول بين مصر ونيوزيلندا. كل المقابلات يتلعبوا 9 متاع الليل. منتخب تونس عناصر الوطنية أجرات البارحة حصة تدريبية جديدة كانت مخصصة للجانب التكتيكي، عرفت مشاركة الياس سعد اللي التحق أول أمس بطبيعة بمقر إقامة المنتخب. نذكروا أنه الموعد باش يكون اليوم بحضور مدرب منتصر الوحيشي واللاعب عيسى العيدوني مع مؤتمر صحفي كما تعقد اللجنة المنظمة للاجتماع الفني انطلاقا من ماضي ساعة. مواصل مع المنتخبات، سهل المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة مشاركته في الدورة الدولية في الجزائر بتحقيق الانتصار على منتخب موريتانيا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. هذا وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متقدم بفضل ثنائية ريان الجربي اللي افتتح التهديف في دقيقة 12 وزين الدين كادا اللي ضاعفها في دقيقة 21، كما أضاف يوسف بشا الهدف الثالث في دقيقة 5 من الشوط الثاني. أما هدف موريتانيا الوحيد فجاء في دقيقة 81. نذكروا أنه المنتخب الوطني باش يواجه الجزائر في الدورة وإلا في المباراة الثانية من الدورة. نذكروا نحكيه على منتخب لأقل من 20 سنة. بعد الاختصاص نحكي كرة طائرة. تعرف المنتخب الوطني للسيدات في الكرة الطائرة على منافسه في الدورة النصف النهائي ضمن الألعاب الإفريقية في نسختها 13 أكرا 2024 واللي تحتضنها غانا، وباش يواجه منتخب السيدات في الدورة النصف النهائي منتخب البلد المنظم المنتخب الغاني اللي اقتلع بطاقة التأهل بعد فوزه على الجزائر بثلاث أشواط لشوطين، في حين باش يجمع الدور النصف النهائي الثاني منتخب مصر للسيدات بالمنتخب الكيني. نذكر المنتخب الوطني للسيدات كان فاز البارح في الدور ربع النهائي على منتخب الكونغو الديمقراطية بثلاث أشواط لصفر، تفاصيلها 26-24 25-10 و25-13 في مواجهة دامت حوالي الساعة والربع. برنامج الدور النصف النهائي اليوم ماضي ساعة مصر كينيا وماضي ثلاثة تونس غانا. كشفت الجامعة التونسية للكرة الطائرة على رزنامة مرحلة السوبر بلاي اوف بمشاركة 4 أندية، وهي الترجي الرياضي التونسي، النادي الرياضي الصفاقسي، مولودية بوسالم والنجم الرياضي الساحلي. وفي انتظار تحديد تواريخ المباريات بعد انتهاء مشاركة الثنائي الصفاقسي ومولودية بوسالم في نهائي كأس افريقيا للأندية البطلة اللي باش تقام في مصر، نعطيو الرزنامة للجولة الأولى باش تكون بين مولودية بوسالم والنجم الرياضي الساحلي والسي اس اس مع الترجي، الجولة الثانية الترجي مع مولودية بوسالم، ليتوال مع السي اس اس، الجولة الثالثة الترجي مع ليتوال ومولودية بوسالم مع السي اس اس. أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد في بلاغ ليها عن تعيين كل مواجهات بطولة النخبة للأكابر في مرحلتي التتويج وتفادي النزول خلال شهر رمضان المعظم بعد الإفطار. هذا وباش دور نهار السبت مباراة الجولة الثالثة ذهاب من بطولة النخبة أكابر لكرة اليد. بالنسبة للبرنامج، نادي ساقيت الزيت يواجه الترجي الرياضي التونسي، البعث الرياضي بن خيار يتقابل مع النجم الرياضي الساحلي، مكارم مهدية تواجه النادي الإفريقي، والاتحاد الرياضي تميمي يتقابل مع سبورتينغ المكنين. كل المقابلات من ذاك تتلعب غدوة بعد شقان فترة تحديدا 9:30 متاع الليل. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.